موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها حادثة انشقاق القمر. فقد كان من بين ما واجهت به قريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التكذيب ومحاولات التعجيز لدعوته صلى الله عليه وسلم. فمن بين ذلك أنهم كانوا يطلبون منه أشياء هي معجزات، ويظنون أنهم سيعجزونه بذلك. يقول أنس رضي الله عنه: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، وأنزل الله في ذلك: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فما آمنوا وظلوا يكذبون. وهكذا كانت الحادثة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي تحدى بها الكفار على صدق دعوته صلى الله عليه وسلم. ولقد كانت فتنة لهم، فقد ازدادوا تكذيبا وعنادا. وهكذا أصحاب الهوى والعياذ بالله، كما قال الله تعالى في أمثالهم: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.